عودي نحن وياكم مشاهدينا لقاعة الرئيس صائب سليم بالنادي الرياضي بالمنارة، عودي لمتابعة الكوارتر الثاني من مباراة الرياضي اللبناني ونفط الجنوب العراقي بإطار دورة حسام الدين الحريري العربية ال24 لكرة السلة. أكيد المباراة يلي هي المباراة الافتتاحية لدورة حسام الدين الحريري ال24 بتنطلق اليوم وبتدل ل 17 تشرين الاول الحالي، 17 تشرين الحالي، واكيد بمشاركه 5 فرق عربيه. فريق لبنان وحيد جاهز للمشاركه بهالدوره هو النادي الرياضي بطل لبنان، وبكل تاكيد يعني الرياضي الفريق الاكثر جاهزيه لمشاركه بهيك دوره. اليوم الفرق كلها يلي عم بتشارك راح تشارك ببطولة الأندية العربية بالمغرب، وعلى رأسهم النادي المنظم نادي جمعية سلا المغربي. على كل الأحوال بدي أقول لكم إنه نادي نجم الساحلي التونسي يلي مشارك بهالبطولة هو بضم نخبة لاعبين منتخب تونس، منتخب تونس يلي هو متصدر الباسكتبول العربي، هو الأول، تونس الأولى عربيا بالباسكتبول. مان تو مان ديفنس من النادي الرياضي، دخول وائل عرقشي على ارض الملعب. الرياضي حاليا باجنبي واحد فقط هو لوودز. تسديده من المسافه المتوسطه ما بتتسجل، اسماعيل احمد بيلتقط الريباوند. تسديده من عبد النور عن ثلاث نقط ما بتتسجل، الريباوند للاعب رقم 11 اللاعب الكرواتي جاسمين بيركوفيتش من كرواتيا، اللاعب رقم 11 جاسمين بيلتقط الريباوند وفي خطأ. على كل الأحوال المباراة بلشت سريعة من بعدها، نزل ريتم الجيم شوي وكلوز جيم، يعني منه جيم فارق فيه الرياضي أبدا. قلت لكم هدول الفرق الخمسة اللي عم يلعبوا بدورة حسام الدين الحريري، برجع بعد لكم اياهم. النادي الرياضي صاحب الارض بالاضافة لنادي نفط الجنوب العراقي، نادي نجم الساحلي التونسي، نادي جمعية سلا المغربي وسبورتينج المصري. البطولة اللي عم تنظم من قبل نادي الفداء الرياضي صيدا. دورة هالسنة يعني الاستاذ نزار رواس بدنا نقول له مرة جديدة الحمد لله على سلامته من العرض الصحي اللي تعرض له، وأصر إنه تكون البطولة بموعدها بوقتها، ما أجل نهار أبدا. تم تكريم 3 شخصيات مشاهدينا ببداية هالنهار من دورة حسام الحريري. السيدة بهية الحريري كرمت الأستاذ جودة شاكر نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة بالوقت اللي إسماعيل أحمد عم يسجل، وكرمت الامين العام للاتحاد اللبناني لكره السله الماتر غسان فارس، وبالاضافه للاعب الدولي اللبناني السابق غازي بستاني. الريباوند عم بيكون لوائل عرقجي، فاست بريك، عم بيكون في رجعه على الدفاع سريعه من الفريق العراقي، خطا عم بيحصل عليه النادي الرياضي وتحديدا عبد النور، جان عبد النور حاليا النادي الرياضي للسيدات. عم بعطيكم لايف سكور كمان من الاسكندريه. بدي اتشكر نايلة علم الدين جارودي مديره فريق السيدات بالنادي الرياضي، عم دغري الواتساب بينفع اوقات، يعني قديش هو اوقات بيزعج، بس بـ بـ بالعالم الحديث وحتى بعالم الرياضه الواتساب صار بينقل خبر وبينقل ارقام. حاليا عم يوصلني النادي الرياضي 49-25، يعني حتى اذا المعلق بده يحكي مع المخرج في يحكي على الواتساب، بطل في داعي للاشارات. هلا ابراهيم مكداش بعث له واتساب بقول له شو لازم يعمل. امير سعود بيسجل عن ارك 3 بوينتس، المسافه يلي بيحبها امير سعود، بيسجل 22-14 امير سعود بيسجل. جاسمين
ما بينجح انه يلعب على البوست تحديدا على اسماعيل احمد. منا سهل يا جاسمين ابدا انك تلعب على اسماعيل احمد على البوست. وائل عرقجي بيحصل على الخطا كمان 22-14. النادي الرياضي طبعا يلي متقدم حاليا 22-14 اوت اوف باوند الكره. مان تو مان ديفنس كمان من نادي نفط الجنوب العراقي. وائل عرقجي علي فخر الدين احمد ابراهيم اللاعب رقم أربعة ذو الفقار فاهم يعني فول ديناي على احمد ابراهيم بيعرف قديش هاللاعب خطير وبيعرف شو بيقدر يعمل احمد ابراهيم اذا كان عنده تشانس انه يقدر ياخذ اتمت او يقدر يعمل بنتريشن ما عم بيخليه ابدا يجرب يستلم الطابه لاحمد ابراهيم لانه بيعرفه كثير منيح شو يعني احمد ابراهيم بهالوقت خطا لمصلحه اللاعب حسين عباس عبد الله بالوقت يلي اللاعب مالك فالح ناهي عم يتحضر للدخول لارض الملعب راح يدخل اللاعب الاطول بالفريق العراقي مترين وثمانية حاليا الفريق العراقي باجنبي واحد يعني الاجنبيين عند الفريق العراقي اذا بنطلع على الاحصاءات اليوم بعد ما دخلوا بجو المباراه بشكل منيح. بولتس مسجل نقطتين وجاسمين نقطه عن الفري ثرو لاين بيقدر انه يسجل اللاعب حسين عباس عبد الله مان تو مان ديفنس. لاحظوا دفاع المان تو مان علي فخر الدين يلي عائد الى النادي الرياضي من نادي عمشيد رجع على المكان يلي بلش منه علي فخر الدين. علي فخر الدين رجع على النادي الرياضي المحل يلي بلش منه بالباسكتبول. خطأ الثاني على حسن عباس. امير سعود عم يسجل على الفري ثرو لاين نقطته الرابعه على امير سعود. الرياضي 9 من 10 وحاليا 10 من 11 يعني نسبه بتوصل لاكثر من تقريبا 90% للنادي الرياضي 10 من 11 عند الفري ثرو لاين عم بيقدر يسجله النادي الرياضي. واكبر فارق عم يعمله الرياضي حاليا 24-15. في خطا في بوش من علي فخر الدين اوت اوف باوند لمصلحه الفريق العراقي. عم جرب يحصل على الخطأ هون أحمد إبراهيم. وائل عرقجي بوصلها لعند أمير سعود عم يخترق بلاقي الجاب بقلب الزون وبيقدر إنه يخترق أمير سعود ويسجل فارق بيطلع ل 11 نقطة 11 نقطة قبل 5 دقائق و53 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني من هالجيم. أكبر فارق للنادي الرياضي عم يقطعوا حاجز فارق العشر نقاط النادي الرياضي بيروت. الريباوند بيكون لاسماعيل احمد. الرياضي التقطوا لهلا 19 ريباوند بمقابل 13 ريباوند للفريق العراقي. يعني عم تشوف قديش الرياضي مسيطر على شوف اسماعيل لاعب خبره لاعب متكامل ممتاز اسماعيل احمد بيسجل اسماعيل احمد عم بيسجل نقطته السابعه اوف ذا بنش مع 4 ريباوندز وتايم اوت جديد للمدرب العراقي عامر طالب. ما تلعبون باسكت ما تلعبون جيبوا
بدها تلعبوا بس كتابه مش شوط مره جرب الخطاب ادخل العبوا سلة فوق هذا بدها تشوط مره المنصة الرئيسية رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة الأستاذ وليد النصار، رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجرودي والسيد جودة شاكر. عامر طالب أنهى التايم أوت وابنه علي عامر طالب هو بول هاندلر يلي طلع الطابة لحتى يبلشوا سات اوفنس جديدة على الفريق العراقي. جاسمن ما بينجح يعمل الموف بالشكل المطلوب والعرقجي عم يحصل على الخطأ خمس دقائق وثلاث ثواني لنهاية الكوارتر الأول. والعراجي لأحمد إبراهيم والعراجي أمير سعود جرب يطالب بالخطأ في هون إصابة أمير سعود يعني علق بالسكرينات اللي كانت عم تنعمل كان عم ينعمل سكرينات لحتى يقدر اللاعب يهرب من الدفاع عم بيطلع عن الملعب ويلي عم يدخل هو اللاعب رقم 14 مايك غفري مارك غفري اللاعب يلي استخدمه النادي الرياضي من امريكا بيلعب بكالامازو كوليدج بامريكا وكان عنده معدل 24 نقطة ومرتين طلع من افضل اللعيبة بالدوري الاكاديميك بامريكا عمره 22 سنة هو من ضيعة علم الشعب من لبنان شوفوا الديفنس العالي من الفريق العراقي والعراجي بيهرب بطريقة ذكية للغفري عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل الريباوند لمين راح يكون الريباوند لعلي فخر الدين وصلها لاسماعيل احمد اسماعيل احمد الفريق قديش منظم النادي الرياضي اسماعيل عم بيطلب من اللاعبين يرجعوا يعملوا السيستم من اول وجديد عم يرجع يطلب من لاعبينه الانتظام على الاوفنس اسماعيل احمد والعراجي بوصلها للسمعه عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل الريباوند لمين راح يكون الكره لمصلحه الفريق العراقي 28 17 11 نقطه تقدم لمصلحه الرياضي بيروت على نادي نفط الجنوب العراقي باولى مباريات دوره حسام الدين الحريري العربيه ال 24 لكره السله تسديده بولتس ما بيسجل عن ارك الثري بوينتس الفاست بريك مع وائل العرقجي بوصلها اوه حلوه كثير حلوه عم تبرم بطريقه ذكيه علي فخر الدين بيرتكب ووكينج تورن اوفر على النادي الرياضي تورن اوفر على النادي الرياضي بهالوقت تبديل بصفوف النادي الرياضي خروج وائل العرقجي ودخول ميغيل مارتينيز يعني 12 لاعب عند الكوتش 11 منهم لهلا انعمل عليهم الروتيشن، ما في الا لاعب واحد بالنادي الرياضي اللي هو احمد سبيتي بعد ما نزل على ارض الملعب، على كل الاحوال نهار الاحد مسافر على امريكا احمد سبيتي رايح ليشارك هاللاعب الناشئ بالدوري الجامعات الامريكي يلي عنده فول سكولرشيب هو كان اختير من بين 84 لاعب بالان بي اي ويزاوت بوردرز يعني الان بي اي بيعملوا سكاوتينج بكل العالم ليشوفوا الاحسن اللاعبين الناشئين بينقوا منهم
84 بعدين بصيروا 24 بياخذون على امريكا. الناس بتروح على الايست وناس بتروح على الوست، يعني ناس بتروح على الشرق وناس بتروح على الغرب. هلا يعني امريكا هي قاره بكل ما الكلمه معنا، وفي الشرق وفي الغرب بالان بي اي. هو رايح على الوست اوكا اكاديمي، راح يكون عنده سكولرشيب هاللاعب الناشئ احمد سبيتي. اسماعيل احمد تحت الباسكت بيسجل اسماعيل احمد. راي اسماعيل احمد لاعب الخبره بالتقط الاسيست وبيسجل. ميغال مارتينيز هو اللي بيوصل الاسيست عند اسماعيل احمد. جاسمن الكرواتي بصفوف الفريق العراقي جديدة وفيد اوي شوت، يعني ستيلو بذكرني بسمير جودا اللاعب يلي استخدمه النادي الرياضي موسم 99 2000، اللاعب رقم 14 مالك فالح ناهي نفس ستيل خاصة بهالفيد اوي شوت على البوست. بياخذ الطابة وظهره للباسكت، من بعدها بيبرم وبيسدد. بولتس عم ينطلق بالفاست بريك. اوه حلوة هالفاست بريك من بولتس وبيقدر انه يسجل. مارك غفري احمد ابراهيم ديفنس عم بيكون مسكر تحت الباسكت من الفريق العراقي. علي حيدر كمان بيلتقط الريباوند. 30-20 الرياضي مسيطر على اجواء المباراه. الدقيقه و38 ثانية لنهايه الكوارتر الثاني. احمد ابراهيم ما بيسجل، ولكن الهيئه تعرض لاصابه. احمد تعرض لاصابه احمد ابراهيم بهالوقت. عم نشوف احمد على ارض الملعب دغري. معالج النادي الرياضي عم يتدخل. بشير عم يتدخل لحتى بشير الياس عم يتدخل لحتى يطمن على احمد ابراهيم. الهيئه يعني لما نشوف هيك عم بيشدوا الشوز، يعني بيكون التو الكاحل وقت يكون عم بيشدوا شريط الحذاء عم بيشدوه للماكسيموم. هيدي بالنسبه للاعبين الباسكت التو الكاحل عند احمد ابراهيم، بس ان شاء الله خفيفه يعني ما بتخوف. بيقوم احمد على كل الاحوال. احمد ابراهيم نجم كره السله اللبنانيه القادم. ثلاثين عشرين دقيقة وسبعة وعشرين ثانية لنهاية الكوارتر الثاني من هالمباراة. حاليا كمان فريق النادي الرياضي للسيدات اللي برجع بدي اذكركم كل شوي بنتيجه مباراته مع الارثوذكسي الاردني بافتتاح مبارياته بدوره بطوله الانديه العربيه للسيدات بالاسكندريه. متقدم النادي الرياضي على نادي الارثوذكسي الاردني وبنتيجه 59-27. واو نتيجه كبيره كثير للنادي الرياضي بيروت. مارك غفري ريتم هادئ بأرض الملعب. اسماعيل احمد جرب يوصلها لميغال مارتينيز. تورن اوفر. دخلنا اخر دقيقة من الكوارتر الثاني. 11 تورن اوفر على النادي الرياضي بمقابل 7 تورن اوفرز.
بمقابل 7 turnovers على الفريق العراقي. يعني لهلا الفريق العراقي مع كل شيء عم بيصير على الملعب من سيطرتين من النادي الرياضي بعد المباراة عم تكون بالناحية السكور متقاربة وعم بتكون قريبة جدا وما عم يسمحوا لهم للفريق اللبناني انه يطلعوا اكثر بالفارق. على كل الأحوال مارك غفري رح يكون عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. العولة بيسجلها تاني ما بيسجل منها. الريباوند عراقي مالك فالح بولتز حافظ على كرته كاد يرتكب التورن اوفر عم يخترق على الباسكت ما بيسجل. اسماعيل احمد بيلتقط الريباوند 5 ريباوند لاسماعيل احمد. غفري كمان عن ارك 3 بوينتس بدي اخذ من عند شكيب عكوم قديش صاروا الرياضي اليوم منهم موفقين ابدا على فكره عم يعتمدوا كثير الرياضي على ارك 3 بوينتس وحاليا كمان ما بيسجل اللاعب براين راش. على كل الاحوال 15 تسديده للنادي الرياضي عن ارك 3 بوينتس مسجلين منهم 2. رح نروح لوقفه مع الاعلان قبل من بعدها نرجع لمتابعة الكوارتر الثالث. بالوقت اللي عم تشوف في احصاءات الكوارتر الاول والثاني بريك وبنرجع